أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أمين عام حزب الله حسن نصر الله ومساعديه. قوات الشرعية اليمنية تتقدم في صعدة وتقطع خط إمداد الحوثيين إلى البقع. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في صوفيا لبحث قرارات الرئيس الأمريكي حول إيران. قتل قيادي متشدد مطلوب لقتل أكثر من 100 شخص في باكستان. مؤسسة الإمارات تطلق حملة رمضانية بمشاركة 1500 متطوع لتحقيق 10,000 ساعة تطوعية في رمضان. أيضا في أخبارنا، تويتر يحتفل برمضان بإطلاقه عددا من الإيموجي والوسوم الرمضانية الجديدة. وأخيرا، عشاق القهوة يحتفلون بالزفاف الملكي بطبع صورة العروسين على وجه القهوة في بريطانيا.